نحن للمجد بلد، نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة. في 19 مايو عام 1956 شن الطلبة الجزائريون في جامعة الجزائر الوحيدة آنذاك وتلاميذ الثانويات إضرابا عاما عن الدراسة والامتحانات، وقرروا الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني في الجبال وقيادته السياسية جبهة التحرير الوطني التي كان لها فضل كبير في إنجاح الإضراب. الهدف من الإضراب كان توجيه رسالة إلى المستعمر الفرنسي بأن كل شرائح المجتمع الجزائري متحدة من أجل افتكاك حريتها من المستعمر، ومهما كان الثمن فالوطن أغلى. القرار لم يكن سهلا، فمنهم من وصل إلى التخرج ولم يفعل. طلاب الجزائر يومها تركوا شهادات عليا تضمن لهم مستقبلا علميا وعمليا زاهرة، غير أنهم رددوا عبارتهم الشهيرة: الشهادات لن تصنع منا أحسن الجثث. كفاح الطلبة ضد المستعمر لم يكن جديدا على الجزائريين، فالحركة الطلابية بالبلاد نشأت عام 1919 مع تأسيس رابطة طلبة شمال إفريقيا المسلمين بالجزائر العاصمة، ثم تكتل الطلبة المغاربة بفرنسا عام 1927، أمر شكل محطة هامة في تكوين وعي جماعي طلابي يخدم فكرة التحرر من المستعمر الفرنسي. درجة الوعي لدى الحركة الطلابية الجزائرية حينها كانت عالية جدا، فكانت أداة توحد المثقفين الجزائريين وتحث على بعث إشعاعها الاجتماعي والثقافي المتنامي. المجاهد والدبلوماسي الأسبق صالح بن قبي يروي لنا تاريخ الحركة الطلابية بالجزائر وبصفته عضوا في الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. أول تنظيم طلابي عرفته المنطقة نتاع المغرب الكبير كان بالعاصمة لأن الجزائر، لأن الجزائر في هذاك الوقت في 1919 كانت المدينة الوحيدة اللي فيها جامعة، وإخواننا في تونس وفي المغرب اللي حاولوا باش يحصلوا على شهادات عصرية في الطب ولا في الهندسة كان محتوم عليهم أنهم يجيوا للجزائر. ولهذا أول تنظيم طلابي كان يحمل جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا لايمان. وفي أربعينيات القرن الماضي تكفل الطلبة والمثقفون وخريجو الجامعات والمدارس العليا في الخارج على غرار جامع الزيتونة بتونس والأزهر بمصر بتأطير مختلف الهيئات والمنظمات والأحزاب السياسية. عدد الطلبة فيها 5000، كم أما عدد الطلبة الجزائريين كان 400، والباقي بكل من بناء المعمرين. وحتى الطلبة نتاع الجزائريين يعني معظمهم كانوا من أبناء الأعيان أو الناس اللي عندهم علاقة على الأقل يعني متوازنة مع فرنسا. بعد تاريخ 8 مايو 1945 أدرك الجزائريون أن المستعمر الفرنسي لا يؤتمن له ولا ينوي الخروج من الجزائر مهما كلف الأمر، ما استوجب إخراجه بالقوة. فجاء تاريخ الفاتح من نوفمبر ليدوي فيه الرصاص في أرجاء الوطن كلها. أول نوفمبر فهو حقيقة بمثابة معجزة، لأن أبعد يعني موعد لإنجاح عملية لاستعادة الاستقلال لشعب حرم منها طيلة قرن وعشر سنوات. كان اندلاع ثورة التحرير معجزة للعالم، وكان احتضان الجزائريين للثورة التحريرية صدمة لفرنسا الاستعمارية، وزادها إنشاء منظمة خاصة بالطلبة الجزائريين تحت مسمى الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين تا
تخوفا وقهرا. بعدها رأينا الشعب الجزائري امتثالا لأوامر التنظيم السري يلتحق بصفوف الثورة مئات وألف. من نوفمبر 54 وحنا نحوسوا على الكونتاكت 54 نوفمبر 6 شهر من بعد ان جويي يزا بوزكري مرت تعبان لباب عبان الله يرحمه بعثت لي بريا وقالت لي حفصه سايي جا الكونتاكت. انا قلت بابا عندنا لاغ بيان نطلع عندي راجع دروس لا فارماسي في الجزائر. دونك جيت في سبتمبر واتصلت بها في سبتمبر تلاقينا عمارة رشيد سبتمبر واكتوبر كنت دون لو اف ال ام اي جيتي ان ميم طون دون لو ابري دون لو جيما. في تاريخ 27 فبراير 1955 تم إطلاق مبادرة تقضي بتأسيس منظمة طلابية جزائرية جديدة تحت مسمى الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. كان هدفها الظاهر إقامة نشاطات بالجامعة للطلبة، أما هدفها الحقيقي فهو إنجاح ثورة التحرير. الثورة المسلحة في حاجة إلى إطارات مثقفة تتولى التعليم للمناطق المحررة، القضاء باش يفريو الزواج والطلاق والإرث في المناطق الجبلية، فصارت تحتاج أيضا إلى توعية السكان وكذلك يعني عناصر للمفاوضة. الجماعة ما كنتش أنايا دايرتها في راسي وباش ندخل فيها، دخلت فيها سباع كبيرة، أنا كنت مناضلة في الجبهة وذاك الوقت تعرف الفتاة الجزائرية ما تهدر لا مع راجل لا تمشي مع راجل لا الحايك البغوينة هذيك، وأنا بابا وجدودي وعمومي يشوفوني مع مناضل مدياتو ولا مع راجل نمشي مع مدياتو منا ولا فدت لوديك ولا نهدر معاه ولا وش يقولوا. كان عندي يعني واحد تري تري غرو بروبليم وربي حلو سبحانه. جات ليستوار دو لوجيما والجبهه حبوا عبد رمضان الله يرحمه وعمر رشيد قالوا لنا تدخلوا في لو بيغو دو لوجيما. شكل إنشاء الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في 8 جويلية 55 900 1000 وثبة نوعية في تنظيم وآفاق الحركة الطلابية الجزائرية، كما كان للطلبة والمثقفين الجزائريين مشاركة في نهضة الشعب والمجتمع. الجيش الفرنسي كأنه أحس بشيء جديد فكثف العمليات العسكرية عبر التراب الوطني، فكان كثير من الطلبة نتاعنا يوصلوا الأماكن اللي المفروض يدخلوا الجيش، لكن وصول الجيش الفرنسي وخوف إلقاء القبض على كل كتيبة كانوا الآخرين اللي عنده القوابع، فشكون اللي يلقى عليه القبض هو اللي ماهوش متعود على المشي في الجبال والأودية وكل. وقبل انعقاد المؤتمر التأسيسي كان هناك طلبة وطنيون ينشطون في أوساط الطلبة. ما بقاش أمل للطلبة الجزائريين في العاصمة باش يحصلوا على الشهادات، لأن صار الشرط باش تبقى تابع دراستك لازم تأمن بالمصير الفرنسي للشعب الجزائري. استراتيجية فرنسا الاستدمارية في عزل المثقفين الجزائريين عن بقية الشعب باءت بالفشل، فصار التصدي لجبهة التحرير الوطني أمرا صعبا للغاية. لكن في 56 صار بعد ما كانت فرنسا توجه التقتيل نتاعها للناس نتاع الجبال ونتاع البدو فقط بالخطر اللي يمثلوه الناس المثقفين، ولهذا صارت توجه الاضطهاد نتاعها والتقتيل للطلبة إذا روحوا ديارهم ياخدوهم يقتلوهم شر التقتيل، أن المثل نتاع
تلميذ من بجاية روح من الجزائر لا 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 البجاية حرقوه في نادر نتاع تبن بمثل ما راح يفعلوا من بعد مع طلبة آخرين. كان التنسيق بين اتحاد الطلبة وقيادة جبهة التحرير الوطني عاليا جدا، كما كان العمل الطلابي مع الثورة في سرية تامة. اللقاءات السرية درتها عند ليبيغ بلون، عند لي سور بلانش في لابي دو ليبي، كانوا دايرين اند فيلا وين الطالبات هذاك الوقت ما عندهمش وين يروحوا، يا با ريستوري اون فيغ، دونك يروحوا يطيبوا حبه بيض يسخنوا حويجه ونتلاقاو تما. وتما انا كنت جو ريكروتي، انا تما جو ريكروتي يعني نعطيهم لي تراك، نهضر معاهم قبل نميزهم ونشوفهم اذا يبيعوني ما يبيعونيش، اسكو واعيين ماهمش واعيين. لما نميزها مليح مليح ونلقاها يعني نجم نغرس الروح الوطنيه فيها، ولا نجم نجلبها اسمه ولا نعطيها لو تراك. كان للعنصر النسوي دورا كبيرا في ثورة التحرير، فبعد أشهر قليلة من إنشاء التنظيم تلتحق كل من المجاهدتين حفصة بنتومي بسكر وزوليخة بكادور بالاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، وتم انتخابهما عضوين رئيسيين في مكتب الجزائر، أمر أربك حسابات فرنسا. لجور أنا تيلو مامبر دي بيرو دي لجور دو في dans un bureau de garçons. Bekri, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et là, il y a un événement extraordinaire. Des jeunes filles, des étudiantes, dans un bureau d'hommes. Hezzet taknhar. Ils étaient affolés. Oh, la société algérienne est en train de changer. Ah, l'Algérie est en train de changer. Ah, l'Algérie est en train de changer. Et c'était vrai. L'Algérie était en train de changer. La femme prenait pied avec son frère pour construire son pays. Et ils ne se sont pas trompés, ils ont eu peur. وصل طلبة الاتحاد نشاطاتهم الثقافية والترفيهية في الجامعة، وفي سرية تامة يقومون بتطبيق تعليمات جبهة التحرير الوطني. احنا الجامعة عندنا مخدمنا، كنا نتصلوا بالطلبة المسيحيين بروتستان كاثوليك مع شولي، وكنت أنا وبن يحيى نروحوا عندهم نتناقشوا معاهم، غوش نروحوا نشوفوا دي بروتستان، نروحوا نشوفوا هذوك لي بير بلان، نروحوا نشوفوا يعني وكنا ثاني نروحوا نطلبوا الدراهم من عند المثقفين عندنا باش نعاونوا الطلبة pour remplir la caisse de l'UGM. كنا طلبة نتاعنا اللي قراو في العلوم ولا بالفرنسية يديروا لهم دروس بالعربية، كنت مشرف عليها أنا بقطع النظر أننا نظمنا حفلات، درنا خرجات باش دعينا معنا الطلبة الفرنسويين باش نخدموهم، هذا شغلي هذا بكل، فكنا نروحوا لتيبازا. إذا فنشاطات، ثم كيجيو لا 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 بعض الوفود هكذا احنا نتصلوا بهم باش تعطي لهم الاوضاع عن الجزائر كلها. كنا نتصلوا بلو مير شفاليي تاع الجزائر، كنا نهار اللي حكموا الطلبه ثاني درنا احتجاج كبير. واش كان 56 كان وضعها خطيرا جدا، فاي خطأ قد يفضح امرها، خاصة وأنها الأمينة العامة لمكتب الجزائر. كانوا يبعثوني البوبسيلة ويبعثوني دي كارتي بوبولو. علاش؟ باسكو كون جاري جو بريزونت كومي ساج فام، فهمتني؟ كي نجي ندخل نسى كل اللي يدوروا بيا، ومن بعد قوم سامحوني باش نقلب المرأة. يخرجوا وانا نهضر مع المراه نعطيها الدراهم ولا تقول لي سلاح ولا تعطي نعطي لها المعلومات ولا تعطي المعلومات ولا فهمتني. لازم الا بيني وبينها لازمش الجيران تعرف عربنا كوم سون كوريو سورتو لي فام سون تري كوريوز واش قالت لك واش درتي. الوغ ما جو سوي انسان شفا ندخل
دونك بهذه الكيفيه ندخل نروح نجيب الرنسينيومون ولا المعاونات ولا هذاك. كانت الخدمه بين المرأة الجزائريه والطالبه. شهر فبراير من عام 1956 قام رئيس مجلس الدولة الفرنسي جيمولي بزيارة إلى الجزائر بعد فوزه في الانتخابات باسم الحزب الاشتراكي. رافق الجنرال كاترو رئيسه الجديد الذي قرر تعيينه وزيرا دائما بالجزائر، أمر كان ينبئ باقتراب خروج فرنسا والاكتفاء بفرض الوصاية فقط كما كان الحال في تونس والمغرب. ولهذا عندما وصل الجزائر لقيت مظاهرات صاخبة إلى أنهم وصلوا تضربوه بالطماطم والقدرات وهو يضع في كلية الزهور على ضريح الجندي المجهول. في الحين أمام هذا الضغط نتاع الأوروبيين وحتى الجيش الفرنسي لنا نحى كاترو وسمى في موضعه لاكوست، وكانت إيدان يتغير موقف الحكومة الفرنسية من الكل إلى كل. كي جاء قلبوه لبينوا عطوا الدراهم وشراوه وكل شيء قلبوه. هاللي عاد رايح tous les français sont allés lui dire adieu le bateau est venu par bateau. بعد هذه الأحداث قرر الطلبة الأعضاء في مكتب الاتحاد لقاء السلطات الفرنسية وكان لهم ذلك. هم على الأخير يقبلوا يدخلوا في النقاش الجد. قال السنو هذا ما قمنا به بإزاحة كاترو والإتيان بلاكوس ما هو إلا رجوع إلى الوراء لوثبة تأتي بالحل السلمي لقضية الجزائر. قال لهم بني حي الله رحمه أنا ما جيتش على هذه. قال لهم أنت جيت على شيء؟ قال لهم أنا جيت نعرف ما هي في المخيلة نتاع الحكومة الاشتراكية خريطة الجزائر القابلة للاستقلال. هذه نقطة النهاية لكل مفاوضة. أنا نبدأ نقول نقطة النهاية. الانيفيرسيتي سا سيت ان ايفينمون ان ميم تان استوديانتال اي بوليتيك. حاول المسؤولون الفرنسيون إقناع وفد الطلبة بالتعاطي مع فرنسا، غير أن شجاعة وحزم الطلبة آنذاك كان أكبر من إغراءات المستعمر. إحنا لكن طلبتوا نديروا استفتاء اللي طلب الاستقلال نعطوا لهم يعني مناطق شمال القطر معزولة في مجموعة من جيوب تبقى الأوروبيين. قال لهم بالنحية حبسوا ليش؟ قال لهم ما بقاش حد عاوه. قالوا لا، قالوا لا انتم باش طلبوا؟ قالوا احنا طلبوا غير بالجزائر برمتها بما فيها السحر. والله راح واحد منهم شاف جيمولي كي جا قالنا اذا كان هذا هو المطلب نتاع القتلة يعني لي ريبال، قال راهي فرنسا قبل تضحي باخر مواطن وما تتنازلش امام المتمردين. لم يبقى كثيرا على انطلاق الإضراب. جبهة التحرير تسعى لهز عرش فرنسا في الجزائر، لكن الآليات لم تكن متوفرة إلى أن جاء شهر مايو. كان صعب عليهم الحال آخر سنة شهر قبل الامتحانات يديروا إضراب، يعني حاجة إيه كنا ما نجموش نديروا الإضراب قبل بعد ما عندوش معنى، ما عندوش معنى. سيتي إضراب قبل نهاية السنة باه كل واحد يحكم طريق الجبل ويروح يدافع على بلاده. وقاطعت الجامعة الفرنسية والتخلي عن مستقبل يعني الشخص لكثير ما ضحى يعني منذ النشأة نتاعو باش يوصل للجامعة، لا سيما والجامعة في ذلك الوقت لم تكن مفتوحة لكل الجزائري لجميع الناس، لأن خلافا على ما نراه اليوم لم تكن عبر الجزائر كلها إلا جامعة واحدة. عدد الطلبة فيها
5000. كم أما عدد الطلبة الجزائريين كان 400، والباقي بكل من بناء المعمرين. C'est difficile à la fin de la carrière, tu es juste, tu as le lait et tu ne t'achèves pas. C'est dur de faire la grève alors que tu es sur le point de terminer. Nous on commence, les autres commencent, mais ceux qui ont avancé et qui ont des طموحات ou des احلام ou عندهم عائلات تسنى فيهم هذيك لا بورس كانوا يعيشوا بها وهم يعيشوا عائلاتهم كانت ميزيريه كحله انا الجيري فو با كروغ. امتحانات بالجامعه ما تبداش فرد النهار، تاع الطب اليوم، تاع الادب غدوه، تاع الهندسه 10 ايام بعد. لكن باش ما يكونش حساسيه بين هؤلاء وهؤلاء، قال بدايه اول امتحان اعلنوا الاضراب. وبعد مفاوضات مطوله جاء موقف الحزم. القرار لم يكن سهلا، لكن التحاق تلاميذ الثانويات وترحيبهم بفكرة الإضراب أعطى دفعا كبيرا للجامعيين في شتى التخصصات. الالتباس اللي وقع ما بين الإضراب نتاع الطلبة والإضراب نتاع الثانويات، نتاع الثانويات طلعوا للجبل أيام قبل نديروا الإضراب نتاعنا. اللي حضرت فيها نتاع لاغوبيرتسو، قعدنا وقيلا حتى الوحدة نتاع الليل وحنا نجادلوا لي بور لي كونتر لي هذيك، انا فاي ن با لا ديكلاري، انا فاي ن با ديكلاري باسكو لي افي با الاغلبيه لي ستوديون بور لا غريف، سا يفو افوار لونيتوتي دو لو دير. اي انصدموا علينا لي ليسيا، جاو لي ليسيا تاع لو ان جي ا، جاو اي اسمو فوالا la situation انقلبت et le vote a été unanime et la déclaration de la grève a été décidée. Et le lendemain, خرج le tract. طلعنا بسرعة الغدوة لهذا لا روبرتسون، لأن في التلملي دار الطلبة، ودينا معنا مجموعة كبيرة تاع ثانويين. من ثم طبعا كان الغالبية للناس اللي طالبوا بالإضراب، ولهذا تم الإضراب النهار 18 في الليل، الغدوة صبحنا. أثار قرار الإضراب انبهار العالم، وبرهن على المعدن النفيس لطلبة الجزائر. حرصهم على استقلال البلاد كان أكبر من كل اعتبار. Nous, on va faire des études, on va être des cadres. Et on va encadrer qui? Le cadavre? Obtenons d'abord notre pays, on a besoin. Après, on fera... Et c'est dans cet esprit-là. Et je pense qu'Abed était pour que Amar Rachid et le CCU à l'époque étaient pour. Et nous, on était pour. Nous, les militants, On était pour. تبقى تأمل في الأمن للطلبة، ولهذا يعني الناس تفكر كأن أنا موت أحسن لي أني موت كمجاهد وسلاح بيدي، ولهذا لقينا يعني سهولة في تلبية الطلبة للنداء اللي توجه لهم في 1956. تدعمت الثورة بأقلامهم وأفكارهم وعلمهم وحتى رصاصاتهم. كانوا مجندين وصانعي قنابل وأطباء وممرضين ومراسلين أوصلوا صوت الجزائر إلى العالم أجمع، وذلك لتحسيسه بالقضية الوطنية الهادفة إلى تحقيق الاستقلال. فخسئت فرنسا وفضح كذبها. فرنسا تهزت. فرنسا تهزت بيغ كان ترامبلومون دو تيغ نتاع الصنع. كيفاش لي ستوديون الجيريان يعني يقروا بالاغلبيه ساحقه على الاضراب من هذيك الطلبه والتلاميذ نتاع الثانويات.
طلعوا الجبل. بمجرد ما درنا الإعلان كل واحد مسجين القوائم، وكان مجموعة نتاع الطلبة اللي كانوا في الطب، هادوك عندهم مراكز نوجهوا لها. صعد أكثر من 157 طالبا إلى الجبال، فمنهم من تم تجنيده في الجيش، ومنهم من التحق بقيادته السياسية جبهة التحرير الوطني. درناها في السرية، كل واحد يتسرب، خرين فضلوا روحوا مباشرة، خرين روحوا لديارهم ومن تم ختمة أقرب الجبال، واللي كانوا منظمين راحوا عن طريق التنظيم، ف يعطيو لهم تدريب، ثم يعينون لهم المنطقة اللي يروحوا يلتحقوا بها والأسماء اللي يتصلوا بأصحابها باش يدمجوهم إما في صفوف المقاتلين أو كمحافظين سياسيين أو كمساعدين للطب. التحقت حفصة بسكير مع زملائها الطلبة بالمجاهدين في المنطقة الرابعة، وكانت فتاة في ربيع العمر، عملت كطبيبة تعالج ضحايا العدوان الفرنسي الغاشم. تو مو جافي مي مالاد، جافي دابور مي كونتاكت بوليتيك دابور افيك لي هذاك لو شوما، جو ترافاي افيك لي فام، نهضر معاهم، نعلمهم، نثقفهم، نوعيهم، نكلمهم على بلادنا، ما يعرف بصح كنا على بالهم جيتي هذاك. Et ensuite, quand j'ai eu des blessés, je m'occupais et des blessés, et des malades, ou le juge quand il est malade, et je me débrouillais les médicaments aussi, toutes les connaissances de mon père. Wallahi, ça attache mes liens. T'as la télévée. Dert el mitra rabi a koula. Rahat el kabel koubara. Haddert l'huilaya setsa, li arrête ma khalkoa. Yamin Boussaada. ولا سيس سي لو سود حضرت طلعت لا 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 دو من لا دو لوريس اي مازالت حيه لي. وصلنا القريه، القريه لقيناها مساكن هاجه، كان خرجوا مساكن لي بومباردمون. احنا ثاني تخبينا ذاك الوقت، القمح عالي، ماهوش كي القمح اللي راه درك فيه 20 سنتيمتر، القمح تدخل فيه ما تبانش. تخبينا تخبينا تما حتى جازت العاصفة تاع فرنسا هذيك، وبعد رحنا للقرية. الناس اللي منعوا مساكن ولاو، منهم الشيخ مسكين كان كتفه كاع ما حبش يخرج من العشة نتاعو، من البراكة نتاعو ما حبش يخرج، طرف نتاع البومب ولا الشقفة حلت له كتفه مساكن مسكين. هذيك أول مرة اللي داويت يعني واحد مجروح من مجاريح فرنسا. انا كانت عندي ما بوات ميديكامون هذيك، بون جي نيتوايي، جي نيتوايي، جي في دي بوان دو سوتور هذاك، جي في سون بانسمون مسكين. وفي الليل مشينا، كنا قعدنا نمشوا حتى اما صالح بن قبي فبقي يشتغل مع الجبهة في السر، ولأكثر من سنة كان يتنقل خفية في أزقة العاصمة، إلى أن ألقي عليه القبض سنة 1957. في لبتاي داجي اسمها في شهر رمضان 57، سيتي مارس فيفري 57، من ثم حتى ديبي 62. لكن والله عندي خويا محكوم عليه بالإعدام، مالا ولدي ما حبيتش نبعث لهم نقول لهم ماني في الحبس، والله ما عرفوا حتى السنة الرابعة باش يعرفوا بأني في الحبس. بهذه الطريقة افتك الطلبة المسلمون الجزائريون الاعتراف الدولي، وأصبحوا يراسلون المنظمات العالمية، أمر أعطى صيتا عالميا للقضية الجزائرية العادلة، وبالتالي ثورة التحرير الممجدة. J'écrivais beaucoup à l'étranger, à l'association, à l'UIE, l'Union internationale des étudiants, Plaval, la Tchécoslovaquie, c'était des socialisants, c'était en fait, ça prend des chefs d'État,
اللي تي دان لي موفمون ستوديون تاعهم، نبعث لهم الواقع والقهر والقمع نتاع فرنسا اللي دايراتو. دونك فيزي دي رابور ونبعثو لهم اي تاريفي انا دي دات دايو سور لو جورنال جو دو ريتروفي دي دات لي لتر كون ا انفويي évidemment avec l'accord de Ben Yahia bien sûr, avec l'accord du président et de Ben Qoubi bien sûr, enfin du bureau. Je rédigeais les lettres et puis avec les on leur envoyait des tracts aussi, on leur envoyait on dénonçait les exactions de la France. Le Sahara, moi je suis le Sahara, l'Istiamari et l'Anna, les Côtes d'Alger, les Côtes d'Oran, la dépêche de l'Algérie. والشرطه واقفه، واحد فيلد اسال بن يحيى بلهجه انجليزيه. بن يحيى انتهز فرصه بدا يتكلم معاه، هو كان ممثل تاع وكاله الانباء الانجليزيه يوبي، فهدر معاه بالانجليزيه اخذ على غير وهله كل الحاضرين، مررنا الرساله ورحنا، وبهذه الطريقه فهمت الثوره. بعدها بأشهر أصدرت فرنسا قراراً يقضي بحل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين نهاية جانفي 1958، ولم تكتفي بهذا بل عملت على اعتقال الطلبة واستنطاقهم وتعذيبهم بل وحتى سجنهم. الحمد لله رب نجاني، كسسوا هنا كسسوا في الجبل que ce soit ailleurs, alhamdoulilah, j'ai pu toujours... Attends, ou après, Allah Ta'ala, tani, كاتب, si كاتب, Allah Ta'ala. رأينا الناس من الطلبة مسكنين يلتحقوا بالجبال، رغم أن الكثير منهم من أبناء أثرياء، ما همش كلهم من البادية، فصعوبة التنقل في الجبال والرد فعل نتاع الجيش الفرنسي بالطيران وبيه الحملات التفتيش الهمجية. On était obligé de passer comme ça sinon. Et c'est ça le travail de la femme algérienne. Elle a travaillé, elle a beaucoup travaillé. والله يا الكمال المرأة الجزائرية ما ساهمتش الثورة كانت ما تنجحش. كانت هذه قصة بطلين من أبطال تاريخنا المجيد، كانوا طلبة في عمر الربيع فزلزلوا الأرض تحت أقدام المستعمر وأخرجوه من الأرض الطاهرة صاغرا مرغما. فلكم المجد والخلود يا أبطال الجزائر.